الموسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأتردان. بداية نحيي جميع السادة والأستاذات وأتردان الذين جسدوا هذه الوقفة السلمية المعبرة عن رفضها القاطع للنظام الأساسي المتعلق بقطاع التعليم. أكيد أن الحكومة التزمت سياسة الصمت وهذه السياسة غير فعالة، وجب أن تنزل إلى الميدان في إطار فصول الدستور التي تنص على الديمقراطية التشاركية والدستور الذي صادقنا عليه سنة 2011 الذي ينص على الديمقراطية التشاركية. كذلك نرفض الحلول الترقيعية التي أقرتها الحكومة مؤخرا المرتبطة بإحداث منصة رقمية أو ما يسمى بالتعليم عن بعد. كما تعلمون أيها المواطنون أيها المواطنات، تعلمون أن التعليم عن بعد في فترة كورونا كانت له نتائج سلبية، وبالتالي كذلك التلاميذ لا يتوفر على جميع التلاميذ في المغرب لا يتوفرون على محتوى إلكتروني. ونحن كأساتذة نمثل التنسيقية الموحدة لتدريس وتردان نرفض رفضا تاما هذا الحل الذي لن يعطي مفعولا على مستوى مردودية المتعلمين. وبالتالي نطالب الحكومة بالجلوس مع التنسيقية الموحدة من أجل إيجاد حل توافقي. فلا يمكن شهر ونصف ونحن في الإضرابات في الوقفات ولكن الحكومة لم تستجيب. لماذا لا تستجيب الحكومة؟ هذا سؤال كبير. فمتى ستستجيب؟ هل ستستجيب بعد الوصول لأسس الثاني؟ إذا هناك مجموعة من الإشكالات يجب على الحكومة التواصل ثم التواصل. ونحن دائما رانا إشارة ديال الشغيرة التعليمية وديال الآباء وأولياء التلاميذ ديال التلاميذ. مرة أخرى تفضح حناجر الأساتذة بالهتافات والشعارات التي تدل على خطورة الوضع وعلى أن الوضع في قمة الاحتقان، وأن الوضع التعليمي اليوم في المغرب يشهد احتقانا وتأزما لم تشهده الساحة التعليمية من قبل. لذلك رسالتنا إلى السيد الوزير، رسالتنا إلى السيد رئيس الحكومة، إلى جميع المسؤولين في هذا البلد، التدخل العاجل والفوري والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية، للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم. منصة التعليم عن بعد بطبيعة الحال نحن كشغيلة تعليمية ندين هذا البلاغ اللي صدرته الوزارة، ندينه ونشجبه ونقول أن لا تعويض عن الأستاذ، عن الحضور المادي للأستاذ داخل حجرات الدرس. المكان الطبيعي للأستاذ والأستاذة هو القسم، والمكان الطبيعي للتلميذ والتلميذة هو القسم. وهذه الحلول الترقيعية اللي كدير الوزارة فهي لا تزيد الطين إلا بلة، فهي تزيد من تأجيج الوضع ولا تحل المشكل. لذلك كفانا استهتارا بمطالب الشغيلة التعليمية، كفانا رهانا على عصر الزمن، لأن الزمن ليس في صالحنا لا كشغيلة تعليمية ولا كتلاميذ وتلميذات ولا أمهات وآباء ولا كمسؤولين، وهذا كله لا يخدم بلدنا. لذلك فالاستجابة الفورية أصبحت يعني شيء لا محيد عنه، وأي إجراء خارج هذا الإجراء فهو لن يحل من المشكل، بل وسيزيد من الاحتقان وسيزيد من تأجيج الوضع. Smoke, smoke, the enemy.